أعزائي مشاهدي بوابة الفجر، معاكم غدا السيد من محافظة المنوفية، ومعانا النهاردة قصة كفاح جديدة ومختلفة من نوعها. قصة كفاح بجد يعني تستاهل تعظيم سلام. معانا الست أم محمد زي ما حضراتكم شايفين على طرف المركب، مهنة تحفها المخاطر زي ما حضراتكم شايفين. هنتكلم معاها ونشوف حكايتها ايه بالظبط مع السمك. قاعدة في الخطابة المحافظة بالعنوان جلطرة وسيلة بيت أتهم سعيد كامل، عديت الشبكة يعني اللي عايز يوصل. جوزي تعبان وبطالب إن حد يساعدني، يساعدني في بيتي، يساعدني في علاج جوزي، أي حد يوقف معانا يعني. بتطلعي من إمتى؟ يعني بتطلعي الشغل بتاعك من إمتى؟ الساعة 6 الساعة 5 يعني، بنام بدري عشان أصحى أنزل بدري، الساعة 8 الساعة 9 بالليل عشان انزل بدري، اصحى بدري وانزل بدري اشوف اكل عيش، عشان لو ما نزلتش بدري معلش في صيادين ياما بيشتغلوا النهار كلها ممكن ما اخدش حاجه، انا اشتغل هو يفرد وانا افرد ورا منه ما اخدش حاجه، لازم انزل بدري عشان ابقى شايف اشتغل فين وما اشتغلش، فانا اشتغل في المكان اللي هو ما اشتغلهوش. بيتي اتعمل وجزي ربنا يشفيه.